في ايه مالك؟ مفيش يا بنتي، صحيت من النوم على صوت المنبه المزعج ده. صاحيه وعندي هاند اوفر من السهره الزفت بتاعت امبارح. صاحيه ومزاجي مش حلو خالص، يومي باين عليه من اوله خرا بجد خرا. صاحيه طبعا جعانه، بدور على اي حاجه اكلها في الثلاجه مفيش. لقيت نص رغيف عيش بايت من اول امبارح، ولو ايه ملموم حوالي نمل بسم الله ما شاء الله قد كده، رحت نفضته وكلته حاف تمام. ولسه يا دوبك رايحه ماسكه فنجان القهوه واشرب سيجاره، لقيت لك مره واحده التليفون بتاعي رن. تخيلي مين؟ مين؟ مديري. بجد اسخف بني ادم ممكن تشوفيه في حياتك، وقسما بالله ما تلاقي انزل منه ولا ابعد منه. المهم كلمني، فينك يا استاذه؟ بتعملي ايه دلوقتي؟ انت لسه ما جيتيش لغايه دلوقتي ليه؟ وراكي شغل قد كده؟ انا طبعا ايه سامعه شتايم وتهزيق والا قد كده، مش راضيه ارد عليه. لا ما حسيتش بنفسي في حاجه واحده، لقيت نفسي بتعصب وبنفجر فيه، وقلت له كل اللي كان نفسي اقوله من زمان، ان انت راجل ابن كلب وواطي ومرتشي وما عندكش ضمير. لا ومش بس كده، كمان رزل وسمج وغبي وحمار كمان. رحت قفلت السكه في وشه.